معلش بس كنت عايز اسال حضرتك على حاجه. انا الحمد لله بصلي وبصوم ومسلمه الحمد لله، بس كان حصل مشاجره ما بيني وبين زوجي، ويعني هو غلطني في كذا حاجه وقال لي انت غلطانه في كذا وفي كذا وفي كذا، بس بعنف وبطريقه يعني حاده شويه. فانا من غير ما اقصد او من غير ما اشعر شتمت نفسي، وللاسف يعني سبيت لنفسي، يعني سبيت الدين لنفسي. استغفر الله. على العموم توبي إلى الله واستغفريه واعملي أعمالا صالحة من باب إن الحسنات يذهبن السيئات، واكثري من العمل الصالح ولا تيأسي من رحمة الله.